وهذه مبادرة على مستوى الوطني، وحنا كبلدية الجزائر الوسطى التابعة لمقاطعة سيدي محمد، وين حاليا رانا نوزعوا كل العلم في كل منزل برفقة الأمن الوطني الدرك الوطني وعلى رأسهم والوالية المنتدبة لدائرة سيدي محمد. هذا حفاظا على الذاكرة الوطنية وكذلك تمجيدا للتاريخ، تاريخ الجزائر المجيد، ونحن نحتفل كذلك حيث تزينت الجزائر باسترجاع رفات الشهداء الأبطال الذين ضحوا من أجل الجزائر. بهذه المناسبة تقوم السلطات المحلية بمرافقة الشرطة والدرك بتوزيع الأعلام الوطنية تحت شعار عالم لكل منزل. جيت نحتفل باليوم 5 جويلية مع قاعدة كل الجزائريين. واش تقول للجزائريين في المناسبة؟ الجزائر وما أدراك ما الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحية الجزائر، تحية الجزائر، وان تو تري في براجيلي.